كذلك كما كتشاهدوا نعاودوا ثاني نرجعوا للسيستم ديال المخازن الجماعيه ديال اوريز يعني ديال تافيروت ونفس السيستم ديال الاقفال اللي كان كيتم اغلاق ديال الاغلاق ديال الغلاف كما كتشاهدوا. قلبكم الصوره هذه دابا غرفه مثال ديال الغرفه اللي كانت كيتوضع فيها مخازن الاشياء الثمينه ديال الناس هنا كما كتشاهدوا. هنا هذا هو السيستم ديال الاقفال ديالها كانوا ديك الساعه انا ذاك اقفال خشبيه يعني الحاجه اللي هي عندها جذور تاريخيه كبيره صراحه واحد الاكلي وتاريخي نتمنوا اننا نجددوا اللقاء نجددوا الزياره ديالو مستقبلا ان شاء الله وغادي يخلي في القلوب ديالنا واحد الصدى واحد اشتياق اننا نعاودو نرجعو لهنا ونعاودو نستشعرو ونشمو العبق ديال التاريخ ديال هاد المنطقة هادي. إلى ذلك الحين أسألكم الله السلامة ورحمة الله وبركاته.